يا أهلا وسهلا. طيب يا أخوان، في هذا الفيديو راح نتكلم عن سعر السفر على متن السفينة السياحية هاي اللي سافرت أنا بيها. طبعا قبل لا نبدأ الفيديو، إذا أنت ما شفت الفيديو السابق يعني يفضل أنك تشوف الفيديو السابق حتى تشوف هاي السفينة من الداخل كيف صاير شكلها، لحتى تجي تشوف هذا الفيديو، أو شوف هذا الفيديو بعدها ارجع على ذاك وكمله. فراح نتكلم عن سعر التذكرة، شقد أنا حجزتها، وكذلك هل الرحلة هاي تستحق أو ما تستحق، والأسعار هنا بداخل السفينة هل هي غالية أو رخيصة. على فكرة هاي ثاني مرة بحياتي أسافر بسفينة، بس المرة الأولى كانت 2016، بس ديك شلون سفر مو سياحة، لا سفر وقتها وقت الهجرة، من هاجرت من العراق لتركيا لطلعت لألمانيا، فكانت بوقتها السفينة من جزيرة كيوست اليونانية إلى أثينا 7 ساعات تقريبا بالبحر، بس كانت سفرة سيئة، يعني أنت مسافر يعني طالع هجرة مو طالع سياحة، بس هاي المرة لا تختلف عن المرة السابقة، وكذلك السفينة هاي هم ما تختلف، هاي سفينة سياحية، ذيك سفينة كانت سفينة تجارية. هذا ورانا سوبر ماركت بس مكتوب عليه تاكس فري، يعني ما بيه ضرائب البضاعة مالته. فخل نفوت جوا ونشوف الأسعار مالته، المنتجات مالته رخيصة لو غالية. شوف يعني شلون أحب أقارن هنا يعني بالسفينة عن خلينا نقول الأسعار بالمدن، أوكي أكيد هنا راح تكون أغلى بسبب إنه أغلب الأسعار هنا هي أسعار تجارية مو أسعار رخيصة، بس مع ذلك نفوت ونشوف الأسعار مالتهم جوا. فنفوت هنا بسم الله. طبعا سوبر ماركت نظامي، نظام يعني حاله حال اي سوبر ماركت عادي، بتفوت وتشتري من عنده. هذا قسم هنا فقط مال الجيجاير وتتن وهاي الامور مال دخان هنا، بس هاي الاشياء ما عينا بيها احنا، اللي يهمنا هذه الاشياء اللي هنا اللي ممكن الواحد يشتريها. مثلا هاي العلبه مالت النوتيلا سعرها شقد 7 يورو و40 سنت سعر هاي العلبة بالكرون النرويجي. طبعا هاي السفينة نرويجية يعني، فأغلب الأسعار يكتبوها بالعملة النرويجية اللي هي الكرون، سعرها 79 كرون و90 سنت. فهذه النوتيلا، خلينا نشوف أشياء أخرى غيرها. طيب نفوت هنا نشوف لا هذا مال خمر، ما علينا به هذه الأشياء حاول نبتعد عنها، هذا قسم فقط مال خمور فما ندخل عليه، نشوف أشياء أخرى. يا أخوان تخيل كل هاي داخل سفينة، يعني من تمشي بيها وتفتر بداخلها ما راح تحس إنك بداخل سفينة أبدا، تحس حالك بمول مثلا، بمدينة على الأرض، فما راح تحس بسفينة لأن ماكو مثلا خلينا نقول خلينا شلون تتحرك أو هذه أشياء أبدا، والأجواء بداخلها همات مختلفة، بس الحلو يعني تطلع تفتر بيها وتتونس يعني وأنت خلينا نقول بمكانك، أوكي مجرد تطلع على السطح تتونس تنزل، مجرد تطلع من الغرفة مالتك فراح تلقى أجواء كلش حلوة، وأغلب الناس هنا تلقاهم خلينا نقول مريحين، ناس سعداء أو مبسوطين، لأن أغلب اللي يطلعون هم طايحين يتونسون، فيكون مزاجهم يعني عالي. فهذا هنا هذا تشيز كامل مال هذا الشوكولاتة المارس، سعره 5 يورو و55 سنت. للأمانة أسعار يعني زينة، كلش يعني زينة مناسبة مو غالية، لأن مثل ما قلت لكم يعني بدون ضرائب، لأني ما عليهم ضرائب فتكون رخيصة الأسعار، ما كنت متوقع أسعارهم هيك رخيصة، كنت متوقع إنه أغلى. هذا كذلك مال سنيكرز، هذا تشيز يعني كامل مال سنيكرز، سعره 5 يورو و55 سنت. هذا مثل ما تشوفوه مكتوب أمامكم. طبعا أغلب الأشياء اللي هنا اللي هي حلويات، يعني ما راح تلقاها خلي نقول خضار أو مواد غذائية ماكو هنا، لأن أصلا ما تقدر تطبخ أو شيء، فأغلب الأشياء اللي هنا راح تلقاها هي عبارة عن حلويات بهذا السوبر ماركت. أما هذا الريد بول مشروب الطاقة، سعر العلبة الواحدة 2 يورو و31 سنت، هذا الريد بول. مثل ما تشوفون الهواء كلش قوي صار، لأن صرنا تقريبا بوسط البحر فزاد قوة الهواء، فحاليا احنا تقريبا صايرين مقابير الدنمارك، يعني لان توجت اشعار على التليفون انه حاليا دخلت الدنمارك، ف
فراح نصير بيا نفوت للدنمارك بعد نفوت للسويد همات لحتى نعبر الى النرويج. هاي هي الدنمارك، هذا الجسر اللي يربط الدنمارك بكوبنهاغن اللي هي العاصمة مالتها، لأن كوبنهاغن صار عبارة عن جزيرة منعزلة عن الدنمارك. تخيلوا هاي اللي قدامنا هي صالة مال ألعاب إلكترونية، يعني مالت أطفال نا يلعبون بيها. فهاي من الأشياء كذلك الحلوة اللي موجودة داخل السفينة. فهذا القسم اللي احنا بيه حاليا اللي هي مثل ما تشوفون فوقانا هي قوارب النجاة. طبعا كبيرة هاي القوارب، انت تتخيلها انه صغيرة، بس الامانة كبيرة من تجي تحتها وتشوفها لا تستوعب، يعني هواية اشخاص تاخذ 150 شخص مثل ما مكتوب اللي فوق هذا اللي تشوفوه، يعني قوارب كلش كبيرة. هاي السؤال، ايش قد كلفتني هاي الرحلة من ألمانيا إلى النرويج أوسلو، يعني ذهاب وإياب بداخل هاي السفينة السياحية، كلفتني 350 يورو. أوكي، هل قد راح تكتبوها بالدينار والدولار؟ يعني هاي العملات موجودة هنا على الصفحة مالت الكاميرا. كذلك تختلف السعر، اذا كنت جروب يعني يكون ارخص من انك تحجز وحدك يعني بمفردك. انا وحدي حجزت وطلعت، بس اذا جروب انتو شخصين ثلاثة اربعة مثلا يكون الحجز يعني يسوي لكم اياه مخفض اكثر بهواية مما تكون وحدك. وكذلك حسب الغرفة، لان الغرف هنا بيها انواع، اكو مثلا غرف يعني مطلع على البحر هاي تكون غالية، واكو غرف يعني مطلع على البحر وياها بلكونة هاي بعد تكون اغلى. اما الرخيصات الغرف مثلا اللي انا بيها هاي غرفه ما مطلع على شيء تكون رخيصه نوعا ما، وكذلك اكو غرف اخرى اللي تكون مثلا مطله بها اطلاله بس وين على داخل السفينه، همات حلوه مو سيئه، تكون بالكون بها او شباك مطل على داخل السفينه على الاسواق مثلا على السوق او على المطاعم وهذا الشيء يعني. فهذا سعر الحاجز هنا. طبعا الحاجز شامل لك يعني وجبتين اللي هي الريوق من 7:15 قلنا احنا 7:15 الصبح الى 9:30 الصبح همات، وكذلك وجبة عشاء اللي تكون تقريبا بالخمسة العصر، هاي الاشياء مشمولة بيها. اما الفنادق اللي مطلة على داخل السفينة مثل هاي اللي تشوفوها خلف نهاية الشبابيك، هي فنادق لكن مطلة على داخل السفينة وهمات حلوة مو سيئة يعني حلوة، لان شلون الناس تمر منها وعلى المحلات مطلة وهذه الاشياء. احلى شيء اللي هي المصاعد البانورامية هنا موجودة، يعني من تصعد المصعد يعطيك اطلالة على السفينة كليتها، يعني مو تكون مصاعد مغلقة مثل ما تشوفوا هاي اللي امامكم. اما الان صارت الساعة بالخمسة العصر، فالان هو وقت الغداء، فراح نروح جوا ننزل ونشوف شنو وضع الاكل. طبعا المطعم صاير بالطابق السادس، فراح ننزل له ونشوف ان شاء الله نلقى اكل حلال اهم شيء، ما نلقى فقط خنزير او هذا الشيء. فنفوت ونشوف، طبعا هو نظام الاكل هنا يعني شلون بوفيه مفتوح تفوت وتتغدى. فنطلع بهذا الشارع الجميل ندور على المطعم، رحت على واحد قال لي لا مو هو هذا هنا البوفيه، هو اسمه المطعم جراند بوفيت اللي موجود بيه الفطور او الغداء شلون البوفيه. فنشوف هنا نفس الكازينو اللي صورناه بالفيديو الماضي يما صاير المطعم. فهذا المطعم تفوت هنا وبعدها تختار شنو الاكل اللي انت تريده، اكو هواي انواع من الاكل، فاغلب الاكل هنا الموجود اللي هو الاكل البحري مثل الاسماك وهذه الاشياء والسلطعون هاي امور، وكذلك فواكه مثل حاطين ومثل حلويات وهاي الاشياء. فحاليا نشوف احنا شنو هناك، ناخذ معون منه وبعدها هنا موجود رقي مثلا، والله هذا هنا مثل اللبن موجود، خلنا ناخذ شويه من عنده، هذا هالقد كافي. هاي هنا اللي هي المعكرونه موجوده، خلنا ناخذ شويه من عندها احتمال قدام ما راح نلقى شيء يعجبنا. هنا معكرونه هالقد، ناخذ من هاي همات شويه، هالقد اخ هذا سمك سلمون كذلك، تمام. هاي هنا انواع مالت سمك، اوكي هذا اخذناه سمك سلمون، وهنا همات حاطين اللي هو المحار، ناخذ
شوية من عنده. هذا هنا اللي هو دجاج، هذا مضمون. فللأمانة أكو هواية أنواع مالت أكل هنا، يعني من لحوم، خضروات، فواكه مثلا، حتى حلويات وهاي الأشياء موجودة هنا. يعني هواية أكل حلال موجود ومتنوع بشكل كبير، خاصة الأسماك موجودة هنا بكثرة. جربين الشاي ويا العسل، أنا جربته قبل شهر لأول مرة وعجبني، يعني بدال الشكر تحط عسل، جربته وحاول أثبت عليه. يعني دائما إذا أكو عسل أحاول شلون أستخدمه يعني شلون بدال الشكر، أولا صحي وأفضل وطعمه يكون أطيب بهواية. فالشاي تجيب هذا العسل تحطه عليه، يعني شلون خلي يقول يسوي الشاي حلو وطعم العسل. فجربوه، أنا كنت ما مقتنع بالفكرة، بس قبل شهر تقريبا بالشغل قالوا لي جربه، جربته للأمانة كلش عجبني. يعني فخذنا شاي ليبتون ويا عسل وبعدها نطلع. أما طريقة الحجز هي أما تروح على مكاتب، أكو مكاتب يعني فقط تحجز خلينا نقول السفن السياحية مثل موجودة هنا بالمانيا، وكذلك أكو عن طريق الإنترنت، تدخل عن الإنترنت وتكتب رحلة سياحية، رحلة على سفينة سياحية، وتختار المدينة اللي أنت تروح لها مثل ما سويت أنا يعني أول مرة، وراح يطلع لك مثلا المدن اللي تروح لها السفن السياحية أو العروض راح تطلع قدامك وتحجز. وطبعا كل ما حجزت بفترة قبل يعني راح تحصل عروض أكثر وأسعار تكون أرخص لما خلينا نقول تحجز بشكل متأخر. مثلا إذا تحجز بعد 6 شهور أوكي من الآن راح يكون الحجز مالتك أرخص مما تحجز بعد شهر من الآن، يعني مثل بالطيارات اللي تحجز طيارة يعني نفس الوضعية. فخلي نرجع للغرفة مالتنا، أحلى شيء الأقسام هنا مالت السكن، يعني هادئه كلش هادئه، يعني عازليها عن الهوسه اللي صايره جوا مالت الاسواق وهذا الشيء. فمن تفوت هنا تكون هدوء، يعني من تدخل الغرفه ما راح تسمع اي ضجيج بداخل الغرفه، فهذه الشغله همات كلش حلوه. اما الان نتكلم عن السلبيات اللي موجوده بالسفينه. بالنسبه لي هنا اكو سلبيه واحده فقط انه لاحظتها بالسفينه، اللي هي شغله الانترنت. انا مثلا عندي انترنت على التلفون مالتي مشترك، يعني عندي اشتراك شهري استخدمه، واللي عايش باوروبا يعرف مثلا اذا انت عايش بالمانيا وعندك انترنت على التلفون مالتك، فانت كل دول اوروبا يشتغل عندك الانترنت، ما تحتاج مثلا من تطلع من المانيا تروح نقول الدنمارك او تروح لفرنسا او تروح لهولندا او لاي دوله اوروبيه، ما يحتاج تشترك من جديد، فيبقى الانترنت مالتك متفعل وبنفس خلينا نقول التعريفه مالته. بس هنا مثلا بالسفينه الانترنت مجرد تدخل للغرفه يفصل عندك، لازم تشترك على الانترنت مالت السفينه، يعني تدفع لهم اضافي، تدخل على الواي فاي مال السفينه ولازم شنو تدفع لهم، مثلا يمكن الساعه بشغله 5-6 يورو هيجي الساعه الوحده. بس من تطلع خارج الغرفه مالتك مثلا تطلع بالممرات او تطلع فوق السفينه، لا يرجع الانترنت عندك، ما عندك اي مشكله، تقدر تستخدم الانترنت مال التليفون، بس من تدخل للغرفه لا يفصل عندك. فهاي هي السلبيه الوحيده اللي اني شفتها هنا. لذا كان ما اشترك بالانترنت حاليا، من اكون بالغرفه يعني خلاص اطفي الانترنت، ومن احتاجه اطلع برا مثلا استخدم الانترنت وارجع للغرفه. طبعا هنا بهذه الشاشه يشوف لك السفينه وين صارت حاليا بالبحر وين وصلت. فحاليا احنا بالدنمارك، يعني مثل ما تشوفون هاي اللي هي الدنمارك، هاي كوبنهاجن. رحت للغرفه جبت هذا الستاند وجيت، قبل لا اسافر حاسب حساب انه اماكن هوايه حلوه تاخذ بها صور هنا بداخل السفينه، بس يعني ماكو مكان تقدر تثبت فيه الكاميرا، لذلك جبت هذا، يعني حسبت حسابي به. فخلي نفتحه لحتى ناخذ صور او ريلز للانستغرام، هيك يكون جاهز، لان انا اسافر بالعاده وحدي فماكو شخص مثلا وياي يصورني او هذا الشيء، سواء صور او حتى يمسك الكاميرا، فهيك شيء يفيدني هنا بالسفينه. الساعة حاليا ب 11:10 بالليل، اجيت على هذا السوبر ماركت لحتى اشتري من عنده بس معزل، فهنا المحلات همت لها اوقات تعزل بيها واوقات تفتح، فهذا جيت للعصر اخذت من عنده كان فاتح بس هسه معزل، بس يفتح باكر يمكن بالثمانية الصبح يرجع يفتح، فنرجع نصعد لفوق.
بس المطاعم فاتحه مثلا، هذا اللي ورانا مثلا مال التجميل ومحلات الملابس لا بعدها فاتحه ما معزله، يبقون الوقت متاخر يمكن لحتى يسدون. اما الان صارت الساعه بالسبعة الصبح من اليوم الثاني، الى الان طبعا بعدنا ما وصلنا اوسلو، فتنا النرويج مثل ما تشوفون هاي ورانا هاي النرويج، بس الى الان ما وصلنا اوسلو بعد، يعني النوب شي ساعه ونص ساعتين هيك لحتى نوصل، بس الان ننزل جوا نتريق وبعدها ننتظر لما نوصل اوسلو لحتى ننزل ناخذ فره بداخل المدينه. بس الاجواء هنا بارده، يعني لان توصل قريب القطب الشمالي فيكون الجو هنا كلش بارد. والله يا اخي حلو لما تقعد الصبح على هيك منظر، يعني تقعد الصبح على البحر وقدامك الجبال والغابات هاي، وتطلع فوق تاخذ هواء فريش، يعني هواء نقي تتنفس. طيب يا اخوان، هذا هو ريوقنا لهذا اليوم، اللي هو بيض عيون ويا جبن وزبد كذلك وصمون وكروسان والفواكه. اكو هواية انواع من الاكل اللي قدام، بس يعني هذا اللي اخذته، وكذلك اهم شيء الشاي الاسود. اوكي، فنتريق وبعدها نطلع منه. طبعا الريوق من الساعة 7:15 الى الساعة 9:30 الصبح، هذا وقت الريوق هنا. اما العشاء مثل ما صورنا البارحة اللي هو بالخمسة العصر. احلى شيء هنا عجبتني هاي الجزر الصغيرة، هاي شوفوها قدامنا عجبتني حيل، ما التخييم يعني هي ما حد بجزر هيك كلها، لا تحسبها كل واحدة يعني تقريبا 50 متر هيك 100 متر بس، حلوه ما التخييم اللي يجي بها تخييم، بس يجي بقارب مثلا يعبر من هناك الى ما يوصلها ويخيم بيها، خرافيه كلش هاي. ها مثل هاي واحده، هاي اثنين، ديشة ثلاثه، يعني منتشرات بكذا مكان، ديشة شويه كبيره هاي اللي موجوده. فهاي منطقه هي منطقه جبليه وكذلك يعني بيها غابات منتشره يعني بكل مكان، هي كلها عباره عن منطقه غابات وجبال اللي تكون جنوب النرويج هاي. واخيرا وصلنا اوسلو عاصمه النرويج، حاليا الساعه بالعشرة الصبح، طلعنا من البارحه بالثنتين الظهر والى الان لحتى وصلنا بالعشرة الصبح. ولهنا ينتهي الفيديو مال اليوم، بس قبل ما تطلعون اشتركوا بالقناة وحطوا اللايك وبعدها سلام.